Majke Fibra بسدد ما معقوله ملا تريبوت خرطش فردك ويلي وارن بمر لحبيب حبيب عبد الله بينجح كمان عن الارك كمان بوبو غير دخل على ارض الملعب وورن بينجح بتسجيل نقطته الثامنه بالجيم شانس جديد لفريقه وتمريره بتوصل لوالتر هاتش حلوه كثير مروان لباتريك بسدد بسجل باتريك حبيب خليل لتوماس توماس بيبرم على السله بسدد بنجاح وبسجل نقطه ال 13 تمريره بتوصل لبرا تسديده كريم زينون الثلاثيه بسجل الزينون وجيسون سوفان عم يسجل للمره الثالثه له بهالجيم تمريره حلوه كثير التمريره خليل عون لتحت السلة اي لاف ذيس جيم ابراهيم توماس الريباوند لزينون بمر لقدام عند والتر هاج والتر هاج ويلي وارن بسجل وارن حطها بوالتر هاج بيحسم الامور بطلع طابه والتر والتر بمرر مايك اي فيبرا بيخترق وبسجل نقطه ال 22 المباراه عم تنتهي بنتيجه 71 87